مصاب بالعين كثيرا. طيب العين ديت مسببة لك ألم في أي مكان في جسمك؟ ورقيت عند راقي، زدت حالتي سوءا، اصبحت احس بالاعصاب كامله كلها مشدوده، وزي الكهرباء في جسمي، زي الكهرباء، وعندي في اسفل، عندك ايه؟ في اسفل زي الكهرباء في جسمي، في جسمي، وفي طيب اسفل الظهر، اسفل الظهر هناك عقد، ما نقدرش ان انا نركع جيدا اسفل الظهر. طيب وكمان هو ضيقة في الصدر، ضيقة، إحباط. طيب انت تعرف العين لما بتخرج في الجسم، بتخرج من الجسم، ايه العلامات بتاعتها او ايه اللي هي بتحب تعمله لك؟ يعني العين مع المس، عين مع خادم خدت العين. طيب حلو قوي. اول حاجه بص يا سيدي الكريم، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. السلام انا عايزك انك انت تحط ايدك على جبهتك. هكذا، ما فيش تعرق صح؟ ما فيش، تمام. حط ايدك على اي مكان تاني في جسمك مش هتلاقي فيه عرق صح؟ كيف؟ حط ايدك على اي مكان في جسمك مش هتلاقي عندك عرق نهائيا. ايوه خلاص انا عايزك بقى تركز معايا عشان الشيطان العين او العين اللي موجودة في جسمك ديت نشوف لها حل عشان ترقع كويس، وعشان ان شاء الرحمن تختفي جميع الاعراض ديت. نزل دراعك، صلى على النبي صلى الله عليه وسلم، نزل يدك. الناس اللهم اللي صل سامعين وسلم. الصوت واضح يا شباب؟ لو الصوت واضح اكتبوا بسم الله، ويا ريت كل شخص يدوس لايك كده ويعمل مشاركه فضلا وليس امرا. واللي متابع معانا البث المباشر يحاول يضغط مرتين على الشاشه، هيلاقي هنا زر الجرس، يفعل زر الجرس عشان يوصله اشعارات بالبث المباشر بعد كده. بص يا اللهم سيدي، صل صلى على وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم على محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل لو وسلم الصوت على واضح نبينا يا شباب محمد، تكتبوا لي بسم الله على التكست لو سمحتوا. اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على نبينا محمد، اللهم صل وسلم على غمض نبينا عينك بقى محمد. وركز معايا يا استاذ. نغمض عيني، النت اللهم فصل صل عندك وسلم، ولا ايه؟ اللهم صل وسلم على نبينا محمد، 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 اللهم صل وسلم على نبينا بس محمد. اسمعني بقى يا استاذ، اسمعني بقى الان. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا. غمض عينك. وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا. ولقد علمت. غمض عينك. وجعلوا بينه وبين الجنه نسبا. ولقد علمت الجنه العيون. وفجرنا فيها من العيون. وفجرنا فيها من العيون. فيهما عينان تجريان. فيهما عينان نضاختان. لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. الناس اللي سمعنا في البث يا شباب لو الصوت واضح اكتبوا لنا الصوت واضح. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. وما هو إلا ذكر للعالمين. وفجرنا فيها من العيون. وفجرنا فيها من العيون. لو الصوت واضح يا شباب اكتبوا لنا بسم الله على التكست. وفجرنا فيها من العيون. فيهما عينان تجريان. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي فعليها وما أنا عليكم بحفيظ. وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون. ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون.
ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون إنهم لمحضرون إنهم لمحضرون وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير وفجرنا فيها من العيون فيهما عينان تجريان فيهما عينان نضاختان الله لا إله إلا هو ليجمعنكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ومن أصدق من الله قيلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء 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 وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى وله ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم كل نفس ذائقة الموت كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يا أستاذ سمعني سمعك سمعك عارف اللحظة اللي أنا بكلمك فيها دهيت هتبص تلاقي أنا غمض عينك نعم في هواء بارد دخل عليك الآن صحيح؟ مش ما لاحظتش يعني حاجة كثيرة طيب تحس الآن زي قشعريرة حصلت في جسمك الآن صحيح؟ صحيح بس من الأول هناك أحس بقشعريرة وكهرباء في جسدي تمام الآن هتبص تلاقي إن فيه زي هواء بارد نسمة هواء بارد شفت المغناطيس كده لما تمسكه فيه حاجة بتنجذب لجسمك كده في أيوة. شيء في شيء كأنه كده بيجذب جسمك صحيح؟ قليلا قليلا طيب اذا القليل هذا في المكان اللي انت بتقول فيه عقد في ظهرك هتبص تلاقي في كل الاماكن اللي انت كنت بتعاني منها في اللحظه دهيت حصل نبض ووخز الان النبض والوخز شغال صحيح؟ ايوه طيب قول بسم الله بسم الله قوم حرك ظهرك واسجد واركع ما هتراجع فيه اي الم نهائيا وظهرك ان شاء الله راح يطرشك حرك ظهرك يا ابويا قوم من قدام الكاميرا خالص روح حرك ظهرك خد هيئه الركوع وهيئه السجود تمام خد هيئه الركوع والسجود وارفع ظهرك ونزله تحسنت شوي بصح احس ما زلت احس بشيء كالعقد هكذا يعني هكذا من طرفين يا استاذ قول بسم الله بسم الله عارف الاماكن اللي انت بتحس بقى في عقد الان قول بسم الله غمض عينك لا تفتح بسم الله الان الاماكن اللي انت بتحس بقى في عقد ديت هتبص تلاقي ان في هواء بارد دخل فيها في حاجه دخلت فيها الان ما حسيتش يعني طيب قول بسم الله بسم الله يحصل فيها قشعريره الان حصل قشعريره ولا تنميل قشعريرة في رأسي طيب قل بسم الله بسم الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا
ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا، تنسف هذه العقد الآن. قوم حرك دارك، ما راح تلقى هذه العقد. يعني تحسنت، تحسنت يا ابوي. انا ما ابغى اتحسنت، انا ابغى ان انت تقول لي ما في اي اثر نهائيا. غمض عينك مره ثانيه وركز على الاماكن اللي فيها الم لو تكرمت. بسم الله الرحمن الرحيم. ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، فقل ينسفها ربي نسفا، فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. اللهم اشف عبدك ينكى عدوك ويمشي الى صلاه. اللهم اشف عبدك ينكى عدوك ويصلي لك. اللهم اشف عبدك ينكى عدوك ويمشي في جنازه. اللهم اشف عبدك ينكى عدوك ويصلي لك. باشا، ابويا، معلم، عم الشيخ، قوم الان قل بسم الله وخذ هيئه الركوع والسجود، ما راح تلقى شيء نهائيا. يلا توكل. بسم الله. راح لا لا، الحمد لله، يعني الحمد لله، الحمد لله. انا ما ابغى ان انت تروح تتعالج مره ثانيه، انا اسالك سؤال، ما عاد في ألم في ظهرك نهائيا، صحيح؟ الحمد لله. والأمور الكهرباء اللي في جسدي هذيك، يعني هي زي الكهرباء. فين هي؟ أحس في جسدي. لا زالت موجودة؟ ما عاد شيء عندك؟ كانت كانت أنا. يا أستاذ، يا وش اسمك الكريم؟ أبو إيه؟ ولدك اسمه محمد. يا ابو، اسمك محمد ولا ابو محمد؟ محمد. محمد يا حاج محمد، اول حاجه انت راجل يعني سمتك طيب، انا طالب منك شيء واحد فقط لا غير، الصلوات تكون في المسجد خصوصا صلاه الفجر، وتيجي تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم كثير وتسبح كثير، وما بك انك انت تذهب لراقي. ترى انت دلوقتي لو حطيت يدك على جبهتك هتبص تلاقيها مليانه عرق. حط يدك على جبهتك، فيه بلل؟ لا ما فيش. ما في بلل؟ ما فيش عرق. ولا على دراعك في عرق؟ ما فيش. طيب غمض لي عينك مرة ثانية بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الذين يجادلون في آيات الله أن يصرفون، الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون، إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون. يسحب كل من يسكن في هذا الجسد الآن. يسحب من الظهر، يسحب من الظهر، يسحب من الظهر، يسحب من الرأس، يسحب من الرأس، يسحب من الرأس، يسحب من الرأس، يسحب من الركبة. تحس إن في حاجات بتتسحب من ظهرك، صحيح؟ لا مش حاسس يعني كتير، يعني مش حاسس. طيب قول بسم الله. بسم الله. في اللحظة اللي أنا بكلمك فيها ده، تقوم بقى حرك ظهرك وقوم اتمشى وشوف جسمك بقى عامل إزاي. يعني ده ظهري يحس بيها أحسن. يا أستاذ أنا ما أحب كلمة أحسن، أنا أسألك سؤال، في ألم في ظهرك؟ آه لا. لا يعني آه لا، لا ما فيش ألم يعني. بس كده، ده اللي أنا عايزه. دلوقتي أنت كنت لما تيجي تركع ما بتعرفش تركع، صح؟ أيوة. طب لو سمحت ممكن تروح تركع وتنزل خالص براسك كده لعند رجلك، ممكن لو تكرمت تعملها؟ قوم سويها. ما فيش ألم خالص يا أستاذ. ما فيش. ما فيش. أيوة إذا يعني. تقول الحمد و لله. اسمع مني، ترى أنت عايز تعيش في قصة الشياطين، والله ما يسبوك للحظة. أقول لك على شيء، أنت تبقى ماشي في الشارع وهم محوطينك من كل اتجاه، وممكن يقعدوا يشربوا معاك الشاي، وممكن يصاحبوك في الطريق ويمشوا معاك في الطريق وتقعدوا تتكلموا مع بعض عادي. فتشغل بالك بالعين وتشغل بالك بالشياطين، تورد نفسك المهالك. كل اللي انا طالبه منك دلوقتي، اول شيء الالام اللي كانت موجوده في جسمك كلها اختفت، العقد اللي كانت بتمنعك انك انت تركع وتاخد هيئه الركوع وكانت مسببه لك الم في الظهر اختفت. ده معناته ايه؟ خروج الاداء. بالظبط كده. يبقى اذا انا عايز احفظ نفسي. احفظها ازاي؟ ان انا اصلي في المسجد جماعه، وانت راجل فيك سمت المؤمنين،
أقول لك على الحمد شيء، لله الحمد أقول لك على لله شيء، أقول لك على شيء. طربص بيوكلون السحر وأنا نايم يا عم الحاج، أنا باكل السحر وأنا نايم، إيش تبغى أكتر من كده؟ باكل السحر وأنا نايم، تعرف يعني باكل، باكله كده بصحى ألاقي نفسه باكل. فأنت لا تشغل بالك بموضوع الشياطين مرة تانية، العقد اللي في ظهرك فكت وجسمك فك وكله بقى كويس، خليك مع الله جل وعلا، اتفقنا؟ ايوه، وكانت عندي ضيقه شويه، ما كانت عاد عندك عندي اي شيء خالص نهائيا. ابيك انا بص عايزك تروح تتنطط، خد البيت كده تنطيط، ما راح تلقى اي شيء في جسمك نهائيا، اسمع لي بقى، في صدري انشرح كله اشي راح. كله. طيب خلاص بقى، اذا انا اعمل ايه؟ اقول الحمد لله، اصلي ركعتين شكر لله، احصل نفسي بالاذكار، لا تلجا لاي راقي يرقيك، اذا صار معاك اي شيء يا ابويا تعالى تواصل معايا في اي لحظه. خلاص حصلت لي مشكلة مع راقي، زاد فيه الأداء، روش عند راقي زاد لي الأداء 10 مرات، في حاجة مش كويسة عنده. لا 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 لا، هو بص اقول لك على حاجه، الرقاء الان الا من رحم الله جل وعلا، يعني ما قول الحمد لله، الحمد لله، واذا فيك اي شيء فهمتني، تعال تفضل. بارك بارك الله الله فيك، فيك. السلام عليكم.